بسم الله الرحمن الرحيم. الإنسان في الدنيا ماذا يطلب؟ يطلب الخير. كل بتصوره الخاص عن معنى الخير وعن مصادق الخير في الدنيا. عندما الإنسان يذهب إلى التجارة يريد خيرا، عندما يذهب ويتزوج يريد خيرا، عندما يذهب ويدرس يريد خيرا. هذه الخيرات بالمفهوم الموجود عند كل شخص. هذه المفاهيم كلها قد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة. أما الذي يعينه الله سبحانه وتعالى وبينه لنا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فهو صحيح قطعا. هناك أمور أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ذكروا أن هذه الخيرات الحقيقية، بعبارات منها: إذا أراد الله بعبد خيرا يعطيه أشياء. هذه العبارة وما شابهها وردت في روايات عديدة. إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين، في حديث. إذا أراد الله بعبد خيرا زهده في الدنيا. إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة، مضمون الحديث الشريف، عجل له العقوبة في الدنيا. إذا أراد الله بعبد خيرا نكت في قلبه نكتة من نور. هذه كلها وردت بكلمة خيرا. إذا أراد الله بعبد خيرا. في حديث واحد فقط وجدت أنا بدل كلمة خيرا الخير. ما الفرق بين خيرا والخير؟ خيرا يعني خيرا، خير واحد، جانب من الخير مهم. أما الخير يعني كل الخير. بمقدار ما وجدت أنا حديث واحد فقط في كامل الزيارات، الحديث عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته. الخير، إذا أراد الله بعبد أن يعطيه كل الخير يعطيه مفتاح الخيرات. مفتاح الخيرات ما هو؟ من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته. هنيئا ثم هنيئا للحسينيين.